ما هي الجمعة التي يخطب فيها إبليس وأين يخطب؟ وما هو الحيوان الذي يفرق بين الحلال والحرام؟ وما هو الجيش الذي مشى بخيله فوق الماء ولم يبتل لهم قدم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هو الذي كل أعذاره كاذبة؟ تارك الصلاة، كل أعذاره كاذبة. كل الذنوب يؤخر الله عقوبة من شاء منها إلى يوم القيامة، إلا ذنبين، فما هما؟ عقوق الوالدين والبغي، وهو الظلم. وما هي المراحل التي يمر بها الظالم؟ يمر الظالم بأربعة مراحل. المرحلة الأولى وهي الإمهال، لقوله تعالى وأملي لهم إن كيدي متين. والمرحلة الثانية وهي الاستدراج، لقوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والمرحلة الثالثة وهي التزيين، لقوله تعالى وزين لهم الشيطان وأعمالهم. أما المرحلة الرابعة فهي الأخذ، لقوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ومن هو أولى الناس بالسعادة؟ من سلم من الذنوب. وماذا يفعل الله مع من لم يكن الحق؟ هي الله تعالى لسانه للباطل. وما هو الدعاء الذي من قاله لم يصبه بلاء أو مرض رآه في حياته قط؟ من رأى مبتلى وقال الحمد لله الذي عفانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا، لم يرى هذا البلاء أبدا. وكيف يؤدي الإنسان حق والديه عليه؟ أن يدعو لهم في كل يوم وليلة 5 مرات، لقوله تعالى أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. فشكر الله يكون في الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، وكذلك الوالدين. ومن هو الذي يجب البعد عنه؟ من لا يرتاح له قلبك ابتعد عنه، فالقلب أبصر من العين. وكيف يعرف عزيز النفس؟ عزيز النفس لا يعادي أحدا، بل يترك الجمل بما حمل. وما هو الشيء الذي نفقده في هذا الزمان؟ البركة، كلنا يفقد البركة. وما هي البركة؟ البركة هي جند خفي من جنود الله يرسلها الله تعالى لمن يشاء من عباده، فإن حلت في المال أكثرتها، وإن حلت في الوقت عمرتها، وإن حلت في الجسد قوتها، وإن حلت في الولد أصلحتها. وكيف يجلب الإنسان البركة لبيته؟ أولا بالدعاء، فلا يقول الإنسان اللهم ارزقني فقط لأن الرزق مقسوم، ولكن يقول اللهم بارك لي فيما رزقتني. وأيضا أن يسلم على نفسه عندما يدخل البيت، وكذلك أن يقرأ سورة البقرة في بيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وهل يثاب غير المسلم على الخير الذي فعله في الدنيا؟ يثاب عليه في الدنيا، يثاب عليه في الدنيا بالصحة وبالمال وبالولد وأشباه ذلك. أما له يوم القيامة عذابا دون العذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل هذا السؤال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وما هو الحيوان الذي يفرق بين الحلال والحرام؟ القطط، فإذا أعطيت القطة شيء من الطعام ستأكله بجانبك، أما إن أخذت شيء دون علمك فستأكله بعيدا، وكأنها تفرق بين الحلال والحرام. وما هو الجيش الذي مشى بخيله على الماء ولم يبتل لهم قدم؟ سعد بن أبي وقاص ومن معه من الجنود في معركة القادسية، وكذلك أبي هريرة عندما ذهب إلى البحرين وكان معه من الجنود 4000 مشوا على النهر ولم يبل لهم قدم. وما هي الجمعة التي يخطب فيها إبليس وأين يخطب؟ يوم القيامة، لأن يوم القيامة يكون في يوم الجمعة. يأتي إبليس كما قال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وما هو الفرق بين صغائر الذنوب وكبائرها؟ لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. وما هو الفرق بين الاعتماد على الله والاعتماد على غيره؟ من اعتمد على الناس ذل، ومن اعتمد على نفسه مل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الله
فما ذل ولا ضل ولا قل ولا مل ولا اختل.